طيب، السلام عليكم. محاضرة النهاردة هي محاضرة السايت انفستيجيشن. يعني احنا في الأول اتكلمنا عن انترودكشن كده، علاقة السنة اللي فاتت بالسنة دي. فالسايت انفستيجيشن هو اللينك ما بين اللي درسناه السنة اللي فاتت واللي هندرسه السنة دي. ازاي اجيب بيانات التربة اللي انا عاوزها؟ لازم اروح الموقع، اخد عينات، ابعتها المعمل، واعمل اختبارات كمان في، يعني اعمل اختبارات على العينات دي في المعمل، واعمل اختبارات في الموقع وانا موجود. اخد الاختبارات دي، اطلع نتائجها، بناء عليها ابتدي اشتغل بقى شغل السنه دي كله، احسب بقى البيرنج كاباسيتي، واحسب تصميم الاساسات بتاعتي. فكلمه سايت انفستيجيشن هي العمليه التي تسبق اي مشروع بغرض التعرف على طبيعه التربه وتضاريس الارض والمياه الجوفيه بها ومدى صلاحيه هذا التربه للتاسيس. هو ده التعريف بتاع السايت انفستيجيشن. مهم برضو في الحته دي ان انا اقول ان السايت انفستيجيشن مش بس بيهدف الى معرفه التربه، معرفه الميه برضو كمان. الميه الجوفيه لو موجوده او مش موجوده او ممكن تبقى موجوده مستقبلا وانا ما خدتهاش معايا في الاعتبار، هعمل مصايب. فاذا انا بعمل سايت انفستيجيشن عشان اعرف التربه ونوعيتها وكل حاجه، والميه منسوبها ونوعها. دول مهمين جدا بالنسبه لي، و90% من مشاكل المباني في مصر مش سببها التربه، سببها الميه اللي موجوده جوه التربه. فدي نقطه مهمه جدا لازم نخلي بالنا منها. المهم يعني بنعمل ايه؟ هنتكلم بالتفصيل، جسات واختبارات وحاجات زي كده، وبنتاكد من ان ايه المبنى هيبقى سليم طول عمر المنشأ. هو ده الهدف، ان انا بعمل انفستيجيشن عشان اقول لك ان المنشأ ده هيقعد طول عمره ان شاء الله سليم، ما فيهوش مشاكل. برضو احنا خدنا صور كتيره في المحاضره اللي فاتت، يعني حاجه منها هي اللي بتورينا ايه اللي ممكن يحصل لي لو ما عملتش سايت انفستيجيشن كافي. بس مش هتكلم عليها لان احنا اتكلمنا عليها في محاضره الانترودكشن، فهيبقى اعاده وقت ليها. كلها مصايب حصلت في مباني ما اتعملهاش سايت انفستيجيشن كافي، او حصل غلطات بعد كده في التنفيذ او التصميم. ده برضو وارد طبعا يعني. بس عاده بيبقى المشكله مشكله ان ادكويت سايت انفستيجيشن، يعني سايت انفستيجيشن غير كافي، ما طلعتش بالنتائج. انا بعمل يعني زي ما بتيجي كده تطلع الرخصه، يقولوا لك اعمل تقرير تربه، تقوم رايح لواحد تقول له انا عاوز تقرير تربه، يقوم فاتح الدرج ومطلع لك ورقتين ويقول لك هو ده تقرير تربه، تسلمه وتاخد الرخصه. انت ما عملتش تقرير تربه، انت كملت اوراقك. لكن الحقيقه ان انت السايت انفستيجيشن ليه اصول ومواصفات لازم تتعمل صح. طيب، انواع السايت انفستيجيشن في مرحله، في الاول مرحله الداتا كولكشن. انا قبل ما اروح الموقع وابتدي سايت انفستيجيشن، طب ما انا عندي دلوقتي بسبب الكمبيوترات والنت والحاجات دي والمكاتب انا ممكن اخش على مكتبه اي جامعه في اي مكان واطلع اللي انا عاوزه يعني. فبيقول لك ممكن تعمل ايه؟ في حاجه اسمها هيدرولوجيكال داتا، اللي هي معلومات عن الميه. معلوم في خرائط بتبين الحتت دي الميه الجوفيه فيها فين وعلى عمق قد ايه ونوعها ايه. ابتدي، بس طبعا دي مش شرط 100% تنطبق على الارض اللي انا فيها، هي تنطبق على المدينه اللي انا فيها. يعني ممكن يقول لك والله انت في بورسعيد طين ضعيف، ماشي كلنا عارفين كده، والعمق 50 متر. طب انا لو رحت في اي حته في بورسعيد هيطلع كده؟ لا، ده الغالب. فيبقى اذا دي هتديني مؤشر بنسبه 80 90% انا هلاقي ايه؟ يبقى دي حاجه كويس. الصور ان انا بخش على الجوجل ايرث واعرف الارض عاليه ولا واطيه وشكلها ايه، والحته دي متاثره بمخرات سيول وحاجات كده، كل ده اقدر اعرفه من شكل الصور اللي بتجيلي. التوبوجرافيك ماب، في خرائط توبوجرافيه بتتباع في هيئه المساحه المصريه، تروح للخرائط دي يجيب لك بالظبط الحته اللي انت فيها. طبعا برضو مش بالظبط بنسبه 100%، لكن بنسبه 95%، يقول لك والله الحته دي هتبقى منسوب الارض فيها كذا، والحته دي وكذا.
ممكن تروح بقى جوه الارض بتاعتك تلاقي ان اللي هو قالوا لك انت مثلا عند منسوب 100 تلاقي ان انت ما بين مثلا 95 و105، مش يبقى افريج كويس في الخريطه. ده التوبوجرافيك ماب. في حاجه اسمها خريطه، خرائط جيولوجيه، جيولوجيكال داتا او جيولوجيكال مابس، في برضه خرائط جيولوجيه بتبين لك جيولوجيه الارض. طب ايه فرق بين التوبوغرافيا والجيولوجيا؟ التوبوغرافيا التضاريس عالي وواطي، الجيولوجيا تحت الارض انا متوقع الاقي ايه، بس الخرائط الجيولوجيه اللي بيعملها الناس الجيولوجيين هم مش موجهين كلامهم للمهندسين، هم موجهين كلامهم عامه. تلاقيه بيقول لك ان الارض دي على عمق كيلو هتلاقي كذا، وعلى عمق 5 كيلو هتلاقي كذا، وعلى عمق 10 كيلو هتلاقي كذا. احنا مش عاوزين الكلام ده، انا عاوز اول 20 30 متر 50 متر بالكتير. فبالتالي الخريطه الجيولوجيه هتفيدني ان انا ابص على السطح كده اتوقع هو ايه، بس يعني ايه مش هتكون دقيقه 100% ان انا، بس بنسبه 50% هتديني توقع انا حلالي. اهم حاجه بقى existing nearby site investigation. يعني ايه؟ والله انا بعمل سايت انفستيجيشن في حته في اسوان ولقيت اللي جنبي حته الارض اللي جنبي عامله سايت انفستيجيشن ومسلماه في مكان ابص عليه. هنا بقى نظرا لانه قريب، احتمال برضه مش احتمال 100% ولكن احتمال يبقى قريب من اللي انا حلاقيه، فده يبقى بيانات كلها حلو. طيب جمعت الحاجات دي، عاوز اروح بقى الموقع. طب الموقع ده حاجه من الاثنين، يا اما انا رايح منطقه بكر ما حدش راحها قبلي، مواقع عمرانيه جديده. يعني ايه؟ يعني رايح مثلا نفترض كده مدينه الشروق، اول ما جم يعملوها ما حدش سكن في الشروق قبل كده، والارض لسه حته ارض فاضيه. طب وهم بيخططوا الارض كده يحط مركز المدينه والحته اللي فيها السوق اللي هو المباني دور ودورين وجناين وحاجات زي كده وخدمات، يحطها فين؟ والعمارات الثقيله والحاجات العاليه يحطها فين؟ المعلومات دي لو انا عندي جسات استكشافيه هعرف الارض دي فين، الحتت الحلوه في المدينه وفين الحتت الوحشه في المدينه. طب الحتت الوحشه دي احط فيها الجناين، احط فيها الاحمال البسيطه، الحتت الحلوه احط فيها العمارات العاليه والحاجات الثقيله. يبقى اذا انا ما عنديش حاجه اسمها ان انا اخش على ارض مدينه عمري ما شفتها قبل كده واخش على المعماري اقول له صمم اديني التصميم، لا لازم اديله الاول حاجه بنسميها جسات استكشافيه. يبقى حاجة فور بريليمينري ديزاين، عشان الديزاين التصميم الابتدائي، جسات استكشافية بنسميها اكسبلوريشن يعني استكشاف بغرض التصميم الابتدائي. حتى لو انا عندي حتة ارض كبيرة، افرض عندك حتة ارض كبيرة هتبني عليها منشأ تقيل، ما هو برضه وارد ان حتة الارض بتاعتك يبقى فيها حتة بايظة. طب الحتة البايظة دي ابعد منشأك عنه خالص طالما الارض واسعة وكبيرة. فيبقى اذا دي مرحله التصميم الابتدائي. مرحله التصميم الابتدائي دي باخد فيها جسات، هنشوف دلوقتي الكود بيقول، الكود المصري بيقول ايه على الجسات دي، تبقى شكلها ايه وعمقها ايه ومساحتها قد ايه مسافتها قد ايه. طيب خلاص عرفت وصممت، اديت المعماري يصمم وراح مقسم بقى الارض هنا كذا وهنا كذا وهنا كذا، عاوز بقى اصمم كل حاجه لوحدها اروح اعمل لها انفستيجيشن خاص بيها، المبنى ده اروح اعمل له جسات بتاعته. برضو الكود محدد لي لو انا عندي جسات تحت منشأ خلاص هنفذه مواصفاته شكلها ايه. في نوع تاني من الانفستيجيشن ده اللي هو مثلا زي مترو الافاق، بيعملوا مترو الافاق، فالمترو ده هيعدي تحت منطقه من مجموعه عمارات. طب ما انا لازم اعمل رصد لمجموعه العمارات دي قبل واثناء وبعد التنفيذ عشان اضمن ان المشروع اللي انا عملته ما اثرش على المشروع ده، او ان انت بتبني منشا وهتحفر له في الارض وعندك جار
باني لازق فيك او قريب منك، لازم برضو ترصد العمارة بتاعته وتتأكد ان انت الحفر بتاعك والمباني بتاعتك ما اثرتش عليه. فدي رصد تحركات التربة اثناء التنفيذ، دي حاجة مهمة، ده نوع اخر من الانفستيجيشن. طيب هنيجي نبص على طول، طب ايه عاوز اعمل بقى سايت انفستيجيشن بسرعة كده، ايه الحاجات اللي انا ممكن استخدمها؟ سمعتوا عن الجسات؟ اكيد اكيد. جسات اللي قصادكم دي مكنة جسات، مكنة الجسات ده يعتبر احسن انواع مكن الجسات دي، زي ما قد اكون قلت لكم قبل كده في محاضره قبل كده، دي مكنه الجسات اللي استخدمناها في الحفر لمشروع المحطه النوويه في الضبعه. المكنه دي بالذات نزلت 100 متر تحت الارض، ده رقم يعني خيالي بالنسبه، احنا المكن العادي 20 30 متر وبتلاقيها مش قادره تكمل، دي مكنه قويه جدا لدرجه انها تنزل 100 متر تحت الارض وتجيب عينات من عمق 100 متر. طبعا ان انت تتخيل كده المكنه دي، انا هوريكم دلوقتي ليه المكنه دي الحفر عمليه صعبه، هنشوفها دلوقتي في احد الصور اللي جاي اللي هي دي. ده نظام الحفر زمان، زمان كان بيجي يعمل ترايبوت اللي هو المثلث اللي بثلاث رجلين ده، بتاع بثلاث رجلين ده، الغرض منه ايه؟ يحط عليه بكره من فوق ويعلق عليه المواسير اللي انا بحفر بيها، ويحط المواسير على الارض والعمال تمسك المواسير دي وتلفها بايديها او بحركه رجليها عشان تحفر في الارض. حتى ممكن واحد من العمال يطلع يقعد من فوق عشان يعمل حمل يضغط على الماسوره، واثنين عمال تانيين ماسكين الماسوره يمين وشمال وبيلففوها عشان تحفر في الارض. طبعا لو الارض سهله الدنيا بتمشي، رمل هتمشي، لكن دخلنا في ارض فيها زلط وفيها حجر خلاص بقى يعني العمليه دي مش هتنفع خالص. يعني عشان اقول لك بقى كمان ان انا هحرك خط مواسير طوله 100 متر عشان يحفر تحت الارض، وخلي بالك انت كل ما تنزل تحت كل ما ال قدرة يعني قوة التربة بتزيد، التربة اللي على الوش دي هشة شوية، لكن كل ما تنزل تحت التربة بتزيد قوتها، فهتلاقي إن العملية دي صعبة جدا. عشان كده لما أجي أقول لك إن المكنة دي بقى نزلت 100 متر، لا ده حاجة كويسة، ساعدتنا في إن إحنا نعرف إيه اللي موجود ونشوف العينات بعينينا على عمق 100 متر. ده شكل المكنة اللي هي العادية بقى، اللي هي دي ده المكن العادي اللي في مصر بينزل 20 و30 و40 متر، ده مكن برضه حفر ميكانيكي وكل حاجة، وده الشكل بتاعه اللي هو يعني بيعرف ينزل، بس قدرته وطريقة تصميمه ما تساعدوش ان هو ينزل للأعماق فوق ال50 متر، ده صعب قوي بالنسبة له. طيب طريقة الحفر، انا عاوز اركز في طريقه الحفر على ثلاث حاجات. خلينا في النوع اللي هنا ده اللي اسمه بيركشن. بيركشن ده اللي هو اكني بعمل تكسير، ادوات الحفر بتنزل تكسر في التربه وتاخد التربه بره، فطبعا من معناها كده تكسير، يبقى اذا انا ما بطلعش بعينات، انا كل اللي بعمله ان انا بحفر وباخد ناتج الحفر بعد ما كسرته وطلعته بره، فهو مش ممثل لطبيعه التور، بس ده بينفع في بعض البلاد، بس عندنا في مصر لا، مش هو ده الكويس. في نوع تاني كويس جدا اللي هو اللي احنا بنستخدمه اللي هو الروتري بورينج، يعني الحفر الدوار، يعني بنزل ماسوره اللي هو اللي انا كنت بشرحها دلوقتي سواء يدوي او ميكانيكي، بنزل ماسوره واقعد الفها، وانا بلفها بتنزل تحفر جوه الارض، لما تحفر جوه الارض بتتملي من التربه، اخد الماسوره اطلعها بره، اطلع العينه ابعتها المعمل واعمل عليها اختبارات، فده النوع الكويس بالنسبه لي. في نوع تاني اسمه الووش بورينج، اللي هو بيسميه الحفر بالغسيل، ووش غسيل. يعني ايه غسيل؟ يعني بنزل اكني نزلت كده، اكني نزلت ماسوره او خرطوم، ماسوره خلينا نقول ماسوره اخرها في ميه بتنزل. في حرب اكتوبر زمان لما جم عاوزين يحفروا في خط بارليف، عملوا ايه؟ جابوا خراطيم ميه حفر زيه بالظبط كده، بدل ما هحفر افقي هحفر راسي،
بدل ما الخرطوم ماشي كده، لا بحطه في الارض. فلما احطه في الارض يعمل ايه؟ الميه تنزل جوه الارض تحفر وتاخد اللي هي حفرته معاها وتطلع بره، اشيله انا بره، يبقى انا كده حفرت. برضو المعنى ده وحش، لان انا هو فين العينه بتاعتي بقى؟ ده العينه حصل لها نوع من السجريجيشن، يعني الانفصال الحبيب. العينات الخفيفه اللي هو التربه السلت والكلي والحاجات دي هتعوم بسرعه مع الميه، العينات الثقيله هتفضل تحت، والعينات المتوسطه ممكن تطلع معايا. طب انا عشان اخد العينات دي بحط زي منخل كده في الاخر يستلقى العينات اللي جايه. طب ما هو في حاجات هتعدي منه اللي هي الخفيفه، وفي حاجات هتفضل عليه. يبقى اذا الخلاصه انا بهدلت العينه. فبالتالي كلمه ووش بورينج او حفر غسيل اياك حد يستخدمه في استخراج عينات. استخدمه في الحفر، اه افرض انا عاوز عينه من عمق متر وعينه من عمق مترين، طب انا خدت عينه خلاص، ما بين المتر والمترين احفر بالغسيل، ما عنديش مشكله. لكن اول ما تيجي تاخد عينه تانيه لازم تنزل ماسوره تستقبل العينه وتطلعها دي. طيب احنا قلنا ان احنا عندنا جسات استكشافيه وعندنا جسات تنفيذيه. خليني اخش على طول على الجدول. انا دايما هتلاقيني في المحاضرات بحط لكم صور متاخده مباشره من الكود، عشان لما تتخرج بعد كده ويجي لك الكود ما تبقاش انت بتاخد معلومات جديده. ده الكود بيقول لك ايه الكود. اهم حاجه عندي تاني حاجه مواقع البناء المعتاده، اللي هو مبنى، عماره، ناطحه سحاب، اي حاجه. واللي قبلها اللي هي المواقع العمرانيه. مواقع عمرانيه يعني مدن جديده انا مش عارف فيها نوعيتها. فلو انا بعمل جسات في مواقع عمرانيه، جسات استكشافيه، الكود بيقول لي يا اما تاخد جسه كل 200 متر، يعني 200 في 200، يعني تخيل كده عندك مربع 200 في 200 وباخد جسه على في نصه مثلا، ده كده ال 200 في 200، او الى 400 في 400. رقم كبير جدا، يعني 200 في 200 دي يعني بتلاقي جسه كل 200 في 200 دي يعني 40,000 متر مسطح. وطبعا 400 في 400 اكتر من كده اربع اضعاف. فاحنا هنا بنتكلم في جسات قليله جدا، بس ده بغرض الاستكشاف. طيب لو انا داخل بقى موقع بنا عادي، الكود بيقول لك كل 300 متر مسطح جسه. شوف المبنى بتاعك 1200 متر، 1200 على 300 يديك اربع جسات، يبقى انا عاوز اربع جسات تحت المنشأة. طب افرض المنشأ بتاعك صغير قوي، هو اساسا 300 متر، منشأ صغير، هعمل تحته جسه؟ لا، الكود بيقول لك جستين على الاقل تحت اي منشأ، عشان لو جسه فيها غلط الثانيه تخلص. يبقى كده ايه ده يبقى عدد الجسات سواء استكشافي او في مواقع البناء هو ده بتاعنا. في حاجات تانية بقى مش شرط مباني. افرض بتعمل طريق، خط ميه، خط مجاري، خط كهرباء، انت عاوز تحط حاجه على طريق مستمر طويل. هنا بقى ما اقدرش اقول كل كذا متر مسطح، انا هنا بتكلم بالطول. فهنا بيقول لك ان انت كل 250 متر تاخد جسه. وفي الحاله دي الجسه هتبقى جسه سطحيه مش جسه عميقه، هنشوفها دلوقتي. في جدول تاني بيتكلم عن الاعماق، اعماق الجسات. فبيقول لك في المواقع العمرانيه ما تقلش عن 10 متر، في مواقع البناء ما تقلش عن 10 متر، بس في يعني حاجات تانيه لازم نراعيها في الموضوع هنتكلم عليها بعد كده. في الخطوط الميه ما تقلش عن فين هي 6 تقريبا، لا يقل الجسه عن 10 متر برضه. يبقى اذا هم في الكود وحدوها ان اقل عمق للجسه 10 متر، علما بان في خطوط الميه والحاجات دي احيانا بنتجاوز فيها ونقول 6 متر كفايه، لان انا كده كده المواسير بتبقى على عمق 2 متر وانا نازل تحتيها ب 4 متر كفايه، مش وحش يعني. بس خلي بالك الكود مش الزامي، لو انت مهندس وفاهم تقدر تتجاوز عن الكود، بس لو انت هتروح تسلم ورقك لجهه هتعتمده
يبقى لازم تلتزم بالكود. لكن لو بتعمل لنفسك حاجة انت حر، اعمل اللي انت عاوزه، بس لازم تخالف الكود وانت فاهم، مش تخالف في الكود عشان توفر. ده موضوع وده موضوع. طيب حاجة بقى عشان تفهمني العمق بتاع الجسم، احنا بنقول اقل حاجة 10 متر ماشي، بس لازم نفهم انا ممكن اخالف الكود واقلل ازاي، او اخالف الكود وازود ازاي. طبعا هو مش هخالف الكود بزيادة لان الكود بيقول مينيموم 10 متر. اي قاعدة في الدنيا تحتها بيحصل تأثير لضغط التربة في المنطقة دي، التأثير ده بيوصل لحد عمق ضعف عرض القعدة مش طولها. يعني لو قاعدة 2 في 4 يبقى العرض 2، 2 دي أضربه في 2 يبقى القعدة دي هتأثر على 4 متر تحت سطح الأرض، بغض النظر بقى هي طولها قد إيه. طيب دي فلو أنا عندي قاعدة صغيرة، يعني موقع هحط فيه قواعد كلها متر في متر، خلاص انا مش محتاج انزل ال 10 متر. هنا خالف الكود على مسؤوليتي. انت بالكتير قوي انت محتاج تعرف 2 متر تحت الارض، يبقى لو عملت 6 متر يبقى انت كتر خير، ما حدش هيقول لك حاجه. فيبقى اذا لازم ابقى فاهم انا هنفذ ايه. عندي قاعده بقى عرضها 6 متر، 6 متر يبقى انا هاثر على 12 متر، يبقى 10 متر دي ما تكفينيش، لازم اوصل لل 12 متر. ده بالقواعد السطحية. طب افرض عندي قواعد عميقة، خوازيق. طالما عندي خوازيق يبقى لازم اتوقع الخازوق بتاعي هيطلع في التصميم طوله قد ايه، وانزل تحته كمان 5 متر على الاقل. يبقى اذا لو انا متوقع هستخدم خوازيق 25 متر، اقول الجسد بتاعتي تبقى 30. طبعا لو انت شاكك خد الاكبر، لان كونك ان انت تعمل جسات اعمق احسن ما تعمل جسات اقل، وتيجي وانت بتشتغل يقولوا لك ابعت هات المكنه تاني عشان تعمل لك جسات عميقه، تكلفه بره دلوقتي لو زودت 4 5 متر مش حي، يعني مش تكلفه على المشروع، لكن ان انا اجيب مكنه واعمل انقل المكنه من مكان لمكان وابتدي اعمل حفر جديد، دي تكلفه بجد بقى. في حاجه اسمها جسات تاكيديه. الجسات التأكيدية اللي هي بيعملها المقاول. أنا النهاردة عامل جسات ومصمم وعامل كل حاجة واديت المقاول يشتغل. المقاول لما يشتغل هيشيل المسؤولية. ينفع يشيل المسؤولية بناء على جسات غيره؟ ما يمكن الجسات اللي عملها المالك كانت غلط، يمكن ما كانتش تحت إشراف وكانت معمولة ما اتعملتش من أساسه. يبقى المقاول هنا مطالب قبل ما يشتغل في المشروع يعمل جسات تأكيدية. بس هنا بقى عشان هي تأكيدية هو ليه الحق ان هو يقرر. انا مثلا ارض كان معمول فيها 100 جس، اعمل 10 جسات مثلا. والله لو ال10 جسات طلعوا زي ال100 جسة يبقى خير وبركة كمل. لقيت ان في جسات منهم في اماكن معينة مختلفة، يبقى الحتة دي لازم ازود لحد ما اعرف الغلطة موجودة فين. يبقى اذا الجسات التاكيديه دي مهمه جدا. طيب تعالوا نشوف بقى ايه شكل الانفستيجيشن اللي بنعمله. احنا عندنا نوعين من، يعني عندنا حاجات كتيره بس اهم نوعين، حاجه اسمها تيست بيت والاوبن كاتس. التيست بيت او اوبن بيت يعني حفره مفتوحه. حفره مفتوحه يعني بحفر حفره في الارض، يعني حاجه سهله، بجيب عمال يحفروا او بجيب كباش ويحفر في الارض، يحفر لي حفره، انزل جوه الحفره اخد عينات بنفسي. فواضح كده ان شكل العينات هيبقى واضح لان انا شايفه بعيني. بس عيب الموضوع ده، انت لو اعمق حفره ممكن تحفرها في اي مكان، ايه 2 متر 3 متر، اكتر من كده الحفره هتهيل عليك، لان انا بحفرها بدون سند وبدون اي حاجه، لان بعمل منها كتير ما اقدرش اسند الجوانب في الحالات دي. فيبقى تيست بيتس هي حفره بحفرها في الارض وانزل فيها. استثناء بقى الصوره اللي انا منزلها دي صوره متاخده في اليمن. اليمن نوعيه التربه مع نوعيه العمال هناك اللي بيشتغلوا عندهم مهاره ان هو يحفر حفره صغيره جدا 60 في 60 كده، وهو يبقى عامل رفيع كده، ينزل جوه الحفره ويحفر
ويطلع الحفر بره وينزل ان شاء الله ل 15 متر، اللي احنا بنقول هنا احنا ما نقدرش ننزل اكتر من 2 3 متر، هم بينزلوا. بس المهم ان ده تحت يندرج تحت مسمى حفر مفتوحه. فيبقى ده اول نوع من الصوره اللي انتوا شايفينها دي، اللي هنا ده راس المهندس، ده الكاب بتاع المهندس، يعني الحفره دي على الاقل كان على عمق 8 متر وقت ما نزل. اوبن كات يعني افرض انت رحت موقع، الموقع ده مثلا كان زمان مستغل قاعده عسكريه، فالقاعده العسكريه حفروا وعملوا خلاص، استغل الحاجات دي دلوقتي زي المنظر اللي انا حاططه لك، موقع دخلناه لقينا فيه الشكل ده. طب ما هو اكنه حفر مفتوحه، وفر واستغل دي، خد عينات من الجوانب هنا اهو. دايما ما تاخدش، خلي بالك ما تاخدش عينات من الارض. ليه؟ عينات من الارض دي يعني نازل فيها حاجات من الله اعلم ايه هي. عاوز تاخد من الارض لازم تنظف الاول وتاخد من اللي تحت، لكن من حاجه زي كده اخد من الجنب، من تحت من اقصى ما يمكن، اخد حاجه عينه جانبيه واقول دي عينه متاخده من على عمق كذا، اقيس الارتفاع واقول العينه دي متاخده من فين. حاجه بقى مهمه جدا، احنا قلنا ان احنا عندنا جسات اتكلمنا عليها، وعندنا واتكلمنا على مواصفاتها، اتكلمنا على التست بيتس او الحفر المفتوحه. في اختبارات بتتعمل في الموقع، الاختبارات دي مهمة جدا، مهمة جدا. ليه؟ لأن أنت وأنت بص كده على العينة، عشان تاخد عينة وتحفر، والحفر ده بيعمل لخبطة في العينة، وتشيلها بتعمل لخبطة تانية في العينة، وتنقلها بتعمل لخبطة تالتة في العينة، ويروح في المعمل يخرجها من الصندوق اللي أنت حاطه فيه لخبطة رابعة في العينة، وياخد العينة يبتدي يختبرها. فالعينه ما بتطلعش 100% زي ما كانت في الموقع. يبقى انا لو عرفت اعمل الاختبار في الموقع احسن من اني اخد عينه واعمله في المعمل، فدي نقطه مهمه جدا. طب ايه العينات اللي بتتعمل في الموقع؟ اول اختبار اسمه الستاندرد بينتريشن تيست، احفظوا ده مهم قوي، اس بي تي، ستاندرد بينتريشن تيست. الاختبار ده بيطلع حاجه للتربه اسمها ان فاليو، قيمه ان دي عباره عن ايه بقى؟ بص على الاختبار ده، مهم ان نضيع فيك وقت نتكلم فيه. بجيب ماسوره احطها في الارض واوصل للمنسوب اللي انا عاوز اختبره، زي ما هو موجود عندكم فوق هنا كده. انا مثلا وصلت للمنسوب ده وعاوز اختبره، بحط الماسوره على الارض، ادي المنسوب اهو، والماسوره جت وقفت فوق، الماسوره دي طالعه لحد وش الارض، بعمل علامه عند وش الارض، والعلامه دي براقبها انها تنزل جوه الارض. طب انزلها جوه الارض ازاي؟ اجيب مطرقه بوزن معين متحدد في الكود، واقعد اضرب على الماسوره من فوق، فلما اضرب على الماسوره تنزل سنتي، اضرب تاني تنزل تاني، الله اعلم هتنزل قد ايه، وتالت ورابع وخامس، لحد ما انزلها 15 سنتي. لما انزلها 15 سنتي اايد الرقم عدد الدقات اللي حصلت، اقول والله انا احتجت 20 دقه عشان انزل اول 15 سنتي. اخش على المرحله اللي بعد كده، يعني دي اول مرحله نزلت لحد 15 سنتي، عاوز انزل 15 سنتي تانيين، اقوم اقعد ادق تاني وتالت ورابع لحد برضه واخد الرقم اكتبه، اقول والله ال 15 سنتي التانيين احتاجوا 25 دقه، وهكذا لل 15 سنتي اللي بعده. يبقى انا طلعت الثلاث ارقام ان 1 وان 2 وان 3. ان 1 عدد الدقات اللي تنزل الماسوره 15 سنتي تحت المنسوب اللي انا وقفت عنده. ان 2 اللي هم ال 15 سنتي اللي بعدهم، ان 3 ال 15 سنتي اللي بعدهم. الناس قالوا لي، المتخصصين قالوا لي بص ال 15 سنتي الاولانيين دول اهملهم، لانهم معرضين لديستربنس او لخبطه عاليه نتيجه الحفر. مش انت كنت لسه حافر لحد ما وصلت لهنا، نتيجه الحفر بيحصل حبه لخبطه في التربه، فانسى ال 15 سنتي الاولانيين. فيبقى بالتالي هاخد ان 2 وان 3 اجمعهم على بعض
يديني حاجه بنسميها ان 30. ان 30 يعني ان اللي زقت الماسوره 30 سم، اخدها اايدها. طيب سؤال بقى يعني يبين انتوا فهمتوا ولا لا، لو تربه قويه وتربه ضعيفه، مين اللي ان بتاعتها ان 30 هتبقى اعلى؟ القويه. تمام كده. ليه؟ لانها عشان قويه كل ما تدق مش راضيه تنزل لل 15 سم، وبتحتاج دقات اكتر عشان تنزل لل 15 سم. طب افرض ان انت وانت بتدق قعدت تدق يجي 50 دقه وما وصلتش ل 15 سم، ده بنسميه ريفيوزل. ريفيوزل يعني ايه؟ يعني التربه قويه جدا مش محتاجين اختبار اكتر من كده، احنا عشان نحركها 15 سم ما عرفناش واستهلكنا اكتر من 50. ما كملش الاختبار واقول ده، يا اما اكتب ار يعني ريفيوزل، يا اما اكتب اكتر من 50 دقه بس وخلاص. على كده انا بكده بفهم ان التربه دي قويه جدا، لو كملت اكتر من كده هبهدل الجهاز اللي انا بشتغل بيه. يعني ده شكل الجهاز، ادي المطرقه، ويعني ده لو هعمله على وش الارض. عاده احنا بنركبه على مكنه الجسات وبيشتغل بطريقه اخرى. في اختبار تاني اسمه الكون بنتريشن تيست. الاختبار اللي فات ده حلو جدا للرمل، يعني لو انت بتعمل جسه وما عملتش فيها دقات حقيقه انت ما عملتش حاجه. لازم اي جسه، عشان كده الجسات اللي في السوق تبص تلاقيهم بياخدوا عينات وخلاص، ما فيش لسه هقعد اعمل لك دقات، بتعطله. اهم حاجه، اهم من الجسه نفسها الدقات. انا ممكن اعمل تديني الدقات اللي على طول الجسه، اصمم لك منشا احسن مما لو اديتني نوع التربه. طيب فدي للرمل حلو قوي، ولو في حبه زلط خفيفه. طيب افرض عندي افرض عندي زلط كبير، بكل بساطه كل العينات هتديني ريفيوزل، فخلاص ريفيوزل وما كملش وانزل للعمق اللي بعده. طيب افرض العينه طين، عينة الطين بعمل لها اختبار اسمه الكون بنتريشن تيست، السي بي تي. التاني كان اس بي تي، ده سي بي تي. ايه الفرق بين ده وبين ده؟ الفرق ان الطين ممكن يكون فيه ميه، لو قعدت تدق على تربه طينيه فيها ميه مش هتعدي، هتبقى عامله معاك زي السوسته، تضغط عليها تنزل وتطلع تاني، تضغط عليها تنزل وتطلع تاني، عشان كده هي محتاجه ضغط ثابت. فبناخد الماسوره برضو بس شكلها مختلف شويه، ونضغط عليها بضغط ثابت، فلما نضغط عليها بضغط ثابت تخترق الطين، فوهي نازله الماسوره بتبقى عليها اجهزه وسنسورز بتقيس لي الاحتكاك على سطح الماسوره، وبتقيس لي الريزيستنس بتاعت التربه وهي نازله. فده وسيله اخرى لاختبار الطين، بس خلي بالك لو طين ضعيف قوي 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 يعني زي الشوربه، هتيجي تزق البتاع هتلاقيها جريت ولا طلعت حاجه. فيبقى اذا هي لحد الطين المتوسط هتمشي حلو، وده شكل الناتج بتاعها. هي متوصله بسنسور بتقيس لك على طول الفريكشن والاند بيرنج، او يعني الاحتكاك على سطح الجهاز والضغط على الجهاز من تحت، بتقيسه اوتوماتيك، بنستخدمه في التصميم. في اختبار تاني مهم جدا اسمه البليت لودنج تيست. بليت لودنج تيست هو عباره عن ايه؟ انت عندك قاعده عاوز تختبرها، القاعده دي عاوز تصممها، انا اسف، القاعده دي مش هي شكلها يا مدوره يا مستطيله، غالبا بتبقى مستطيله بس يعني اعتبر انها مدوره، في بعض الاوعيه بتتعمل مدوره يعني. بس بيبقى قطرها مثلا 3 متر مثلا ولا حاجه، وفي الوسط في عمود وبيحصل لها هبوط اول ما تتحمل. طب ما تيجي نعمل عمليه سيميوليشن، تماثل، تعال نخلي نعمل اكننا بنعمل قاعده صغيره. فنقوم احنا جايبين الشكل ده، جايبين بليت مدور، البليت المدور ده نحط في النص فيه عمود، بس هو مش عمود بقى، احط حاجه كده عامله زي الكوريك العربيه، بنسميه ايه؟ بنسميه ايه يا ربي؟ المهم يعني
زي كوريك العربية، حاجة كده بتضغط عليه فيتتحول فيعمل ضغط على البليت من تحت. أهو أدي البليت أهو من جوه، وأدي الحاجة اللي عاملة زي البيستون، يعني أكنه حاجة بضغط بيها على الطول. طب أنا لو ضغطت على البليت، طب أنا لما بضغط على البليت أنا بضغط عليه فعليا بوزني، بس هل أنا وزني يقدر يعمل الضغط الفظيع اللي أنا عاوزه على التربة؟ أنا عاوز حاجة تقيلة تضغط. هو البيستون ده بيضغط فوق وتحت، فأنت عاوز فوق حاجة تمنعه من الحركة. الصح ان انا كنت اجي اعمل كاميرا حديد، والكاميرا الحديد دي اثبتها من اليمين واثبتها من الشمال، شغل جامد قوي. بنعمل ايه؟ بنعمل بديل للكلام، بنجيب عربيه نقل. العربيه النقل دي اللي هي زي اللي انتم شايفينها دي في السوق، العربيه النقل دي بحملها حجر، يعني عربيه نقل متحمله حمل تقيل اهو، واجي من تحت العربيه احط الحاجه اللي عامله زي الكوريك دي. انت دلوقتي لو جيت دلوقتي معاك كوريك وبترفع بيه عربيه، لو العربيه تقيله ايه اللي هيحصل؟ الكوريك بيغرز في الارض. هو دي نفس، انا عاوز بقى الكوريك، مش الكوريك بقى، الكوريك بالبليت يغرز في الارض، انا عاوزه يغرز في الارض بقى. فيبقى جبت وزن تقيل وابتديت احمل، وكل ما احمل البليت يهبط يهبط يهبط، اقيس الحمل واقيس الهبوط. دي بالظبط اكني عملت تمثيل للقعده، زي البيهيفير بتاع القعده بالظبط على نوع التربه دي، بس بدل ما اقيس من نقطه واحده بقيس الهبوط من ثلاث نقط، لان ده بليت، ممكن ان البليت ده يميل من ناحيه يميل من الثانيه، يبقى انا عاوزه اعرف الهبوط المتوسط بتاع البليت. المهم باخد البيانات دي ومنها برسم منحنى علاقه الحمل بالهبوط، وده يمثل لي اللي هيحصل. ده بالمناسبه اسمه معاير المرونه بتاع التربه. معاير المرونه ده اعرف اصمم بيه هبوط اي قاعده في الدنيا. فيعني ده من الاختبارات المهمه قوي. اخر حاجه اللي هي الجيوفيزيكال ميثودز او الجيوفيزيكال انفستيجيشن. الجيوفيزيكال انفستيجيشن دي طبعا مش هنخش فيها بالتفصيل لان ده خاص بالناس بتوع الجيولوجيا، ولكن احنا لازم نبقى عارفين. انا لما بكون تعبان بروح للدكتور يقول لي انا مش عارف انت بصراحه عندك ايه، روح اعمل سونار. بالظبط كده، فانا بعمل سونار على التورب عشان اعرف ايه اللي موجود جوه التورب. السونار ممكن توريه للدكتور يشوفه يقول لك انت حلو وكويس، وتوريه لواحد تاني يقول لك ايه ده في مشكله. خبره. يبقى اذا الوسائل الجيوفيزيكال مش قاطعه، ولكنها مساعده، ما اقدرش استغنى بيها عن الجسات، ولكن اقدر ان انا اكمل بيها الجسات. يعني انا عامل جسه هنا وجسه هنا، لو عملت السونار اللي بقول عليه ده بين الجستين يبقى انا عرفت المسافه بين الجستين دي شكلها ايه، هربط هعمل كورليشن مع الجسه الاولى والجسه الثانيه، يبقى اللي في النص ده انا عرفت هو ايه. يبقى اذا الجيوفيزيكال ميثود في منها انواع بقى، مش عارف، في حاجه اسمها سايزميك ويف، وفي حاجه اسمها الاول دي كان اسمها اختبار الموجات المنعكسه والمنكسره. فنوعين، يعني انا ما يهمنيش ان انت تبقى عارف المسميات اكتر ما عارف ان في حاجه اسمها جيوفيزيكال انفستيجيشن وليها طرق كتيره، وهي عباره عن موجات بتروح واستقبلها، يعني برسلها واستقبلها، وفي الاخر يبقى هي دي طبيعه التربه هقدر استنتجها من الموجات دي. في طريقه تانية كهربائيه. كهربائيه يعني ايه؟ بوصل تيار كهربي واقيس فولت، واقيس فولت جواه، يعني اوصل قطبين الكهرباء على بعد مثلا 20 30 متر، وفي النص اقيس التيار. حسب نوع التربه بيطلع نوع التيار، برضو ليه الدراسات بتاعته وللناس المتخصصه فيه، بس مهم ان انت تبقى فاهم ان في حاجه اسمها الكتريك ريزيستيفيتي بقيسها للتربه، ودي بتنفع قوي لما يكون بصمم حاجات معينه بتعتمد على ملوحه التربه وحاجات زي كده، لان التوصيل الكهربي بيتاثر بدرجه ملوحه التربه. انت مش البطاريه هي عباره عن
الخلي يعني قطبين بيتحطوا جوه سائل حامضي، فانت لو التربه دي املاح وميه وحاجات زي كده هتجيب لك نتائج حلوه جدا يعني. اخر نوع اللي هو الجي بي ار، الجهاز بيمشي، ده اللي عامل بالظبط زي السونار، جهاز بيمشي على الارض وهو ماشي بينزل الموجات، الموجات دي انت بتستقبلها وتقوم في الاخر مطلع شكل يعني تستنتج نوع التربه اللي موجود. في الاخر انا بعمل بعد ما عملت بقى كل الحاجات دي كلها، دي كلها جوه دماغي، ورقه هنا وورقه هنا، انا لازم اجمع كل الحاجات دي في تقرير تربه واحد ابعته للمهندس اللي هيصمم او العميل بتاعي. فتقرير التربه لازم يكون فيه مكونات، يعني هنقولها بسرعه، انه لازم يبقى فيه مقدمه بتتكلم التقرير ده معمول فين، عشان ما يجيش بعد كده حد يلاقي تقرير وما يبقاش عارف ده بتاع فين بتاع ايه، فيبقى وصف للموقع وعنوانه والمالك والبيانات كلها، ايه السايت انفستيجيشن اللي عملته، كان في جسات، كان في حفر مفتوحه، كان في اختبارات معمليه، بعت في حاجات اختبرتها في الموقع، حاجات بعتها للمعمل واختبرتها، الورق اللي جالي من المعامل كلها احطه برضو ملحق بالتقرير بتاعي. اهم حاجه بقى ان انا احط الكونكلوجن بتاعي والريكومنديشن، هو ده الاساس بقى. انا بقى بقول ايه؟ بقول ان التربه دي مكونه من اللايرز الفلانيه، واللايرز دي خصائص كل لاير طلعت لي شكلها ايه؟ البيرنج كاباسيتي اللي احنا هنشرحها في المحاضره الجايه هتبقى جزء من التوصيه بتاعتك، ما انت عندك بقى كل النتائج. لازم تقول لي البيرنج كاباسيتي بتاعت التربه كام؟ فبناء على الحاجات اللي هنشرحها في المحاضره الجايه هنعمل حسابات معينه ونقوم كاتبين للراجل هنا اهو ان نوع الاساسات. انا اللي بقترح بقى، بقول له استخدم اساسات سطحيه مثلا، وقدره تحمل التربه في الحاله دي هتبقى كذا، يبقى ده 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 دي التوصيه المهمه جدا بتاعتي. وبعد كده هل انا مثلا انا قلت ان انا هحط خواص التربه، هل التربه دي وحشه؟ هل انا محتاج اعمل لها احلال؟ لو سمعت عن الاحلال اشيل التربه الوحشه واجيب تربه قويه. المهم يعني لو هعمل ميول اعملها بميول قدرها ايه، يعني درجه انحدارها شكلها ايه عشان ما تنهارش. المهم يعني في الاخر بعمل ابندكس برمي فيه كل الورق اللي ساعدني في ان انا اعمل التقرير وبسلمه للعميل. دي كده المحاضره بتاعتنا. يبقى احنا كده خلصنا الجزء بتاع السايت انفستيجيشن، هنقف عند هنا.